طيب خلينا نبتعد عن يعني الواقع نروح للتكنولوجيا والتطور والعصر اللي نعيش فيه مليء بالتطورات مشاهدينا. وتخيل الآن مثلا قلم اللي هو هذا نعم هذا القلم راح نسوي معاه يعني قصص وأمور إبداعية فعلا. يمكن القلم إحنا نستخدمه عادة في الكتابة أو مثلا في رسم شيء مبدع لكن عشان إحنا نحوله مثلا لـ 3D أول شيء لازم نرسم على ورقة وبعدين نستخدم مكونات عشان نعمله كائن ثلاثي الأبعاد ولكن نعم. هذا القلم هاني اللي نمر حسين دحين حنقلنا عليه نمر حياك الله هو يرسم ويسويه ثلاثي الأبعاد فنرحب فيك ونقول لك الحمد لله على السلامة سلمكم ففي البداية طبعا نشكرك على جانا فريش من عمان هذا الجماعة جاب لنا نمر هاني أكل نصه أوريدي لا بس احنا يعني أنا بقول شغلة أنه هذا التين مو تين حقيقي ليش 3D هذا رسمناه بالأقلام اللي قبل شوي شكرا لك وتحياتنا لك شكرا هذا من الشجرة من عندكم الشجرة على الصح المباشر والله يعطيك العافية والله ما قصرت تمام خلينا نحكي على هذا القلم كيف نقدر نستخدمه ويمكن كل الناس استغربت انه كيف بدل ما ارسم على الورقة ارسم في الهواء هلا التكنولوجيا انتم شايفين عم تتطور وصلت التكنولوجيا اذا سمعتوا بالطابعة ثلاثية الابعاد معروف بالفترة فكان في مشاكل انه انا بدي اسوي مجسم كبير او شيء ممكن عندي اسوي مشكله كيف نقل المجسم وياخذ وقت كبير فراح اخترعوا هذا القلم اللي زي معاكي وهذا زي معي الان هذا القلم اول قلم بيكون استخدامه زي القلم الطبيعي بيكون في محرك حراري هون وهون وبنستخدم احنا هذا البلاستيك الحراري برضه خاص فيه مجرد ما البلاستيك حطيناه هون احنا وضغطنا على الكبسه هذه فالقلم يبلش ينزل المادة البلاستيكية مجرد ما لامستها للهواء تنشف المادة تنشف فأنا بشكل المجسم على حسب أنا كيف الشكل اللي بدي إياه أسوي فعندنا إحنا عدة مجسمات زي ما أنتم شايفين هنا استخدمناها بهذا القلم اللي هي سي فعليا إيش هذه المادة؟ هذه مادة بلاستيكية اللي نزلت هلأ كمان شوي راح تنشف وتصير بالشكل هذا هي مادة بلاستيكية طبعا غير ضارة الأطفال ممكن يستخدمها هذا من سن 6 سنوات استخدامه لغاية وما حنحس بالحرارة أو أي ما في حرارة هين شايفينها هذا الاستخدام للأطفال اللي معك هذا للبروفيشنال أكثر اللي هي استخدامات بيستخدموها هلأ صار بالأزياء في فساتين بيعملوا فساتين بالازياء بيسووها 3D حتى الاقنعه على الوجه بيسووها 3D طبعا كمان استخدامه مهم جدا استخدامه بالتدريس لانه انا بخلي الطفل يبلش او الطالب يبلش مباشره يخترع يبتكر يبدع بس ايش اسوي يعني وجهه اكبسي الكبسه انت أيوه حطي أيوه. الرسمه مثلا احنا عندنا رسمه زي هذه اوكي يعني طاوله بدنا نسوي طاوله ما استخدم ايدي لا ما تستخدمي حطي على الرسمه عشان يطلع المجسم انت أوكي. حطيه هنا طيب شوي ايوه اكبسي خلي كبسه بس ما كبسه واحده اكبسيها وشي ثاني فانا ارسم الطاوله يلا هلا بنزل حط ارسم عادي امشي على الخط لا كبسة واحدة ما تكبسي والله ما أيوة ممتاز فزي ما أنتم شايفين هو عم ترسم على الرسمة وبعد شوي راح تشيل البلاستيك ويطلع عندي مجسم ثلاثي الأبعاد ويتم تركيبه وبينتج هالمنتجات اللي احنا شايفينها طيب خلينا نستخدم القلم الثاني نقدر نستخدم القلم الثاني لا بده شاحن القلم الثاني لأنه للمتطورين بالعمل أكثر خاص بالأعمال بيتم شحن بالأسماء إنه شاحن موجود هنا كيف تغير اللون؟ بتغير اللون من خلال عندنا عدة أنابيب ألوان بلاستيكية زي ما أنتم شايفين هون أيوه. بس كأنه بطيء شوية أنا مش هذا الأطفال يعني أنت هذا أسرع طبعا الكبير أنت بدك تعمل أول شيء الإطار الخارجي وبعدين تدخل الإطار الداخلي فهذه الألوان اللي إحنا ممكن نستخدمها عدة ألوان كل بتحط بالقلم نحتاج لون بعد جديد حق سارة ممكن تكمل طب هذه يعني انت ذكرت ان هم يستخدموها في التدريس التدريس انا مثلا انا عندي لنفرض هذه خلينا نورجيكم هاي مثال حي مباشر عندي انا شرح على حياه الفراشه كيف الفراشه بتعيش وكيف بتسوي فانا بالتدريس كانوا يدرسونا إياها كيف اليرقة بتتكون وكيف بتروح على الشجرة وبعدين إلى آخره فأنا هنا صار عندي مباشرة من 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 مخي مباشرة على الرسم مباشرة صار عندي جهاز مجسم كامل حلو خلصتي بعد حين بألون الطاولة نحط هذه معلش حط لها زودك زود لها هاي حلو
حط ايده ايوه تفيشها كمان تفيشها. هل هذه متوفره نمر؟ نعم متوفره هذه. اسعارها ايش؟ موجوده. القلم اللي معاكي تقريبا سعره 300 ريال. والقلم وين راح هذا البروفيشنال بحدود 550 ريال تقريبا. والاحبار تاعته تقريبا هذه البلاستيكات عباره عن تقريبا درهم الواحد. ممكن يعني بهذه الطريقه بالرسم الثلاثي الابعاد يمكن الرسم والموهبه عند الطفل تتطور بسرعه. بالضبط. يتحمس اكثر للرسم على شو عشان يشوف انتاجياتك. الطفل انت بتساعده، انت بتزيد عنده التخطيط، بتزيد عنده التفكير، بتزيد عنده الابداع، بتزيد عنده الموهبه والتركيز على الشغله هذه. صح. انت في دقه اكثر. في دقه اكثر. انا لما مثلا عندي شغله ببالي اني ارسمها مباشره، اطلعها مباشره ارسمها رسم ثلاثي. فانا مثلا زي لما كان درسونا الذره والنيوترون والشغلات هذه كلها، فانا ممكن اسويها مباشره بهذه الطريقه هاي. قد ايش نمر ممكن يستخدموها بعدين في الطب؟ يعني احس انه ممكن يرسموا 3D المجسمات، يعني مثلا القلب القلب والاشياء هذه. على الطب احنا ان شاء الله راح نحكي عن حلقه خاصه في طابعات 3D ان شاء الله بوقتها بنحكي فيها اشياء كثيره. تبعدك الطاوله مطوله. الطاوله هاي عندها بتاخذ وقت. ارسم على نباتات الفونكشن. قبل فتره في الحلقه اللي حطيتوها قبل كم من يوم عن الفراغ، شو انا ممكن اسوي بالفراغ الصيف. نعم. والانشطه الصيفيه وقت الفراغ عند الابناء. صح صح. انا اولادي بدل ما يلعبوا بلاي ستيشن طول الوقت فانا عم بعطيهم القلم بالسلو فيه. انت هاي الفقره اللي عم بتسويها الاخت ساره ممكن تاخذ معها مثلا ربع ساعه. في انا ممكن اسوي مجسم اكبر ياخذ معي ساعه. طبعاً. فانت تخيل ساعه من ابداع وتخطيط انا قاعد اشوف فيديو يعني لطرق كثيره. بالضبط. هذا الفيديو كمان زي ما تفضلت، هذا الفيديو اللي شفناه قبل شوي، حتى مش بس رسم 3D، صار يحطه محرك وتقدر تمشي الشغله تمشيها، فصار يعني الابداع ما شاء الله. يا سلام. احنا الحين اي مرحله باقي؟ هاي خلص هاي البيز هلا سويتها اللي هي الاطار. لا دقيقه لا اوكي. هذا الاطار وبعدين بدنا نسوي الرجول. طبعا سوت هي طاوله مع الاكل يعني جاهز. ماشي. فهلا احنا مباشره مجرد ما شلناها هاي لسه نفسها ما نشفت. خليها دقيقه شوي لا تخرب لي. لا ما اخرب ولا تخرب، هي سهله التكوين. تمام. كمان انا بدي اورجيكم هاي المجسم. هذا المجسم اذا انتم عارفينه ايش هذا. واو. هذا المجسم والله، بس هذا قد ايش يبغى. هذا يعني مجسم اذا انتم عارفينه. هذا مجسم الموتور السياره. واو. هذا الصبابات المحرك السياره والمصببات اللي فيها. فانا عشان قسم التعليم افوت فيه اورجيك هاي الشغله، بدل ما انا كنت اخذهم على السياره او اجيب محرك سياره كبير اجيبه على الصف او هذه او صور، فصار عندي مجسم كامل جاهز اسويه اخلصه. حلو. تمام. هاي نرجع نسويناه. هاي اللي طبعا اللي سوته الاخت ساره. هلا هاي الطاوله من فوق. احنا بنحطها هيك بالطريقه هاي، ولسه كمان الشغلات هاي. فبصير مجسمات عندنا 3D يعني مجسم. انا هاي سويتها قبل شوي وانا قاعد معكم سويتها. والله اشطر منك. لا انا مش كثير. حتى فينا نكتب اسم مباشره، تكتب اسمك يطلع 3D فورا. والله حلو. يعني هي احنا شوف انا بس الفنون والتصميم الابداع كله هذا من خلال القلم هذا اللي 3D. ولسه يمكن احنا قبل شوي بنتكلم قد ايش الاطفال عندهم خيال واسع. طبعا. حلو خيالهم يطلعوه في هذه الاشياء. بالضبط. كان من سوبر هيروز. نعم. ولا الكاركترز والاشياء اللي ممكن يلعبوا فيها بعدين. صحيح. كونها يعني هي بالضبط انت بتطلع من الخيال. بالضبط ما شاء الله. صح. من الخيال للحقيقه، مجسمات حقيقيه. دائما مبدع نمر. ونشكرك ثاني على التين. يعطيك الف عافيه. شكرا لك. واكيد ننتظرك المره الجايه بابداعاتك ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لك يا نمر، يعطيك العافيه.